أكدت عارضة الأزياء الأمريكية جوردن أوزونا صديقة اللاعب الدولي كريم بنزيما البالغة من العمر 32 عاماً إشهار إسلامها على خطى والد ابنها الفرنسي من أصل جزائري والمنتقل حديثاً إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي. وتحدثت جوردن في مقابلة حصرية لمجلة الموندو عن تفاصيل التجربة التي أكدت أنها جاءت كدليل محبة لكريم أولاً وثانياً بعد قراءة في الكتاب وعن الدين الإسلامي واقتناعها به. وعن تجربة إشهار إسلامها أوضحت أوزونا أن الأمر تم قبل الانتقال للسعودية في مسجد من مساجد مدريد، معبرة عن سعادتها بالحفل الحميم والصغير الذي أقيم على شرفها قائلة: كان هناك في مسجد في مدريد، لقد قرأوا القرآن وكان حفلا صغيرا وحميما، بكيت كفتاة صغيرة، أنا عاطفية جدا. شريكة بنزيما لم تخفي حقيقة أنها بكت أثناء قراءة القرآن في رمضان الفائت بعد اعتناق الإسلام، مؤكدة أنها لم تعتنقه فقط من أجله، ولكنها بعد بحث وتحر كبيرين وجدت أنه دين جميل بحسب تصريحاتها. وأشارت صديقة بنزيما أنها فضولية جداً للانتقال والاستقرار بالمملكة العربية السعودية قائلة: لدي فضول وحماس حقيقيان للانتقال إلى السعودية، لقد سمعت كثيراً أنه بلد جميل. في سياق آخر تحدثت جوردن عن علاقتها ببنزيما مؤكدة أنها لم تكن تعلم من هو في البداية قبل لقائها، وذلك بسبب أصولها الأمريكية فلم تكن على اطلاع دائم بأخبار كرة القدم الأوروبية. ووصفت أوزونا بنزيما بأنه رجل رائع وشريك مختلف، موضحة أن علاقة صداقة عميقة تجمع بينهما. عندما أقول إنه صديق المقرب فأنا أعني ذلك حقا، إنه رجل مذهل بكل المقاييس. يذكر أن بنزيما لديه 3 أولاد من نساء مختلفات، ابن يبلغ من العمر 5 سنوات يدعى إبراهيم، وكذلك ابنة تبلغ من العمر 8 سنوات تدعى ميليا من صديقته السابقة كورا غوتييه، وابن يبلغ من العمر 3 سنوات ويدعى نوري من الممرضة الفرنسية كلوي دي لوني.